بس عندنا مداخلة مهمة أيضا مع الأستاذة نورة السبيتي أو السبتي عفوا، خبيرة تنمية اجتماعية وعضو مجلس إدارة باللجنة النسائية. السلام عليكم أستاذة نورة. حياك الله. الله يحييكم، يا أهلا وسهلا معنا في أمسيات شقرة. أكيد أن المجال النسائي والتنمية المجتمعية في يعني في شقرة عموما واقع العمل التنموي كذلك في هذه المحافظة الجميلة، وش ودك تحدثينا من هالجانب يعني؟ والله أول شيء أحب أوضح أن إحنا استمنعنا بالحديث عن وقائع تاريخية مجيدة، شعر ودفاع وبسالة عن الوطن، وحقيقة نفخر بهالتاريخ. الحمد لله. والحمد لله على الأمن والأمان، والآن نحن نبدأ مرحلة أخرى في بناء بلادنا ووطننا وعزتنا. بالنسبة للعمل التنموي طبعا هو عمل يمكن يعتمد على البذل والعطاء، ويبدو أنه مثلا متوارثين من الأجداد يعني. فبالنسبة للتنمية الاجتماعية هي يعني مجال هام شارك فيه الجهود الأهلية في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية. جميل. واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية هي صدرت بقرار من سمو أمير منطقة الرياض في نهاية عام 1436. هذه اللجنة تؤمن إيمان كامل بحق المحافظات، محافظات منطقة الرياض، بالحصول على فرص تنموية كاملة. وتقوم اللجنة باقتراح وتنفيذ برامج تنموية بالتعاون مع شبكة من الشركاء الفاعلين، لدينا عدد كبير من الشركات وأيضا منسقين محليين ما شاء الله. وكمثال يعني على البرامج اللي نفذت إذا سمحتوا لي. تفضلي. يعني حذكرها حسب الأقدمية. بداية كان في سلسلة لقاءات تربية إيجابية للأمهات بالتعاون مع جامعة الملك سعود وجامعة شقرة، نفذت في عام 1437. كان عدد المستفيدات تقريبا 500 أم. البرنامج الثاني كان حملة الادخار، وهي حملة توعوية بأهمية وأساليب الادخار المالي. وكانت بالتعاون مع جامعة الملك سعود، تم إعداد حقائب تدريبية وتأهيل مدربين ومدربات، نفذت بالتعاون مع وزارة التعليم وزارة الموارد البشرية في كل محافظات ومدينة الرياض، وطبعا استفادت منها محافظة شقرة، وكان عدد المستفيدين بعشرات الآلاف ما شاء الله. أيضا عندنا برنامج منار نفذ في عام 1439 بشراكة مع شركة إثراء المعرفة الوقتية وجامعة شقرة. هو برنامج نوعي يعني يهتم بتنمية القيادات النسائية الشابة. ما شاء الله. كانت مدة البرنامج شهر، استفاد منه تقريبا 40 شابة. ما شاء الله. أيضا تم تقديم خدمات رعوية عاجلة أثناء جائحة الكورونا، تضمنت الخدمات تسديد فواتير كهرباء وإيجارات لمدة 6 شهور وتلال أغذية. وقد كان للسفراء المحليين حقيقة دور كبير يشكرون عليه في إعداد القوائم والزيارات الميدانية وتسليم المعونات في ظروف كانت صعبة إلى حد ما. أي نعم. حاليا نعمل على تنفيذ برنامج حاضنة الرياض المتنقلة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، وهو برنامج تدريبي لمدة شهر لأصحاب المشاريع الصغيرة في شقرة إن شاء الله. ما شاء الله. حينفذ إن شاء الله خلال الفترة القادمة. يا سلام. يا سلام. نعم. الله يجزاك خير يا أستاذة نورة. الله يسلمك. وشكر الله لك هذه المداخلة وهذا الإثراء. ودور المرأة ما يحتاج سواء في شقرة أو في غيرها، لكن يهمنا جدا أن نسمع من أمثالك هذه الجهود الطيبة وهذا التعاضد في هذا الأمر. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لكم.